يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 88. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الخاتمة، خاتمة برنامج بانوراما الظهور المهدوي، وهي تشتمل على عدة أجزاء. هذا هو الجزء الثالث، إنه القسم الثاني من عنواننا خبزة الخباز، ما بين قوسين منير الخباز. هذا هو القسم الثاني من خبزة للخباز. مر الكلام في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيده بتفاصيله، لكنني سأذكركم بما تقدم ذكره من خلال منير الخباز نفسه. لن أعيد عرض التسجيلات مثلما عرضتها في الحلقة الماضية، وإنما سأذهب إلى موطن الحاجة منها لكي أذكركم بما تم ذكره في الحلقة الماضية، وبعد ذلك أواصل حديثي من حيث انتهيت. في محاضرته التي هي إحدى محاضرات الجمعة، وبينت لكم من أنها موجودة بالتسجيل الصوتي في موقع رافت، في صوتيات موقع رافت، وكذلك في موقع صوت الشيعة في صوتيات هذا الموقع. فهناك
المحاضرة التي دقائقها 41 دقيقة و30 ثانية، وهناك تكملة لهذه المحاضرة، إنه جواب ملحق لترسيخ وتأكيد المعنى الذي ذكره في محاضرته، وهذا الجواب طوله 19 دقيقة و57 ثانية. يمكنكم أن تجدوا المحاضرة مع ملحقها في موقع رافد وفي موقع صوت الشيعة. على موقعه الإلكتروني، إنه موقع المنير، لا يوجد شيء من هذا، لا يوجد تسجيل صوتي لا للمحاضرة ولا للجواب الملحق بها، وإنما هناك تحرير طباعي طبعت المحاضرة لوحدها من دون الجواب الملحق بها، لأن الكلام كله في الجواب الملحق بها. طبعت المحاضرة من دون ملحقها وحرفت تحريفا كبيرا واضحا، وهذا ما سأتناوله في هذه الحلقة. ابتداء سأنقل لكم عقيدته ورأيه في مسألة شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن أن شهادته ليست شهادة فقهية، ولذا يجب تغسيله وتكفينه. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراسم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. هذه عقيدته الموجودة في المحاضرة في التسجيل الصوتي، لا يضحك عليكم ويرجعكم إلى المحاضرة المطبوعة. إنني أحدثكم عن المحاضرة بتسجيلها الصوتي، هذه هي عقيدته في تلك المحاضرة. ويكذب 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 حينما يقول من أنني كنت أقرر وأذكر وأتحدث عن آراء الفقهاء. كذاب كذاب كذاب. عودوا إلى المحاضرة وتأكدوا من الأمر بأنفسكم، والذي يؤكد هذا ما ألحقه بالمحاضرة من جواب كله إصرار وتأكيد على عقيدته هذا، وإذا قال لكم غير هذا فهو كذاب كذاب كذاب. في جوابه الملحق بمحاضرته افترى كثيرا على عقيلة بني هاشم وعلى إمامنا السجاد، إلى المقطع الذي افترى فيه على عقيلة بني هاشم. ولذلك تجدون أن السيدة زينب نفسها قالت: ألا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ مقصودها بالتجهيز تغسيله وتكفينه. ولو كان الحسين عليه السلام ممن لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه لما وقفت العقيلة زينب وخاطبت الأعداء
وطالبتهم بتجهيز الحسين عليه السلام لأنها تعلم أنه شهيد والشهيد يدفن في ثيابه مثلا. لماذا زينب طالبتهم بتغسيله وتكفينه؟ لأنها تعرف أن هذا الشخص بما أنه مات بعد انتهاء المعركة ولم يمت متأثرا بجراحه فكان الواجب تغسيله وتكفينه. نسب قولا إلى العقيلة صلوات الله عليها لم تقل، لا يوجد كلام في كتب التاريخ والسير والمقاتل لا عند الشيعة ولا عند السنة أن عقيلة بني هاشم قالت هذا القول. ألا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ وبعد ذلك فرع على هذا الكلام وشقق من الحديث الذي سمعتموه. كل هذا الذي تحدث به كان افتراء على عقيلة بني هاشم، لا يوجد منه لا عين ولا أثر لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. وكذلك افترى على إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه مثلما افترى على عقيلة بني هاشم. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الثالث. كجسد الحسين عليه السلام حيث كان موزعا إربا إربا ومقطعا ومفصل العظام وأعضاؤه متناثرة في الأرض يمينا وشمالا وكذلك أجساد أصحابه وأهل بيته لم يمكن تغسيلهم لتقطع أجسادهم وتناثر عظامهم. لذلك لجأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى القيام بعملية التيمم لا القيام بعملية الغسل. أما تكفينهم فلم يكن هناك أكفان جاهزة يقوم بها الإمام زين العابدين، يقوم من خلالها الإمام زين العابدين بتكفين الأجساد. ولذلك قال الإمام طالب بني أسد قال ائتوني بمارية ألم بها جسد والدي الحسين، ولو كان ممن لا يجب تكفينه لدفنه كما هو ولم يطالب ببارية يواري فيها عظامه وأجزاء جسده عليه السلام. هذا الكلام كله كذب في كذب. حينما يقول لذلك لجأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى القيام بعملية التيمم لا القيام بعملية الغسل، هذا الكلام كله كذب، لا يوجد شيء من هذا لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. وفرع على ذلك إلى أن وصل به الحال أن جعل الإمام السجادة يكفن الإمام الحسين بباريته. كل هذا كذب في كذب، لا يوجد شيء من هذا لا من قريب ولا من بعيد لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. هذه أكاذيب وافتراءات على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويأتي بعد ذلك بكل وقاحة وبكل صلف وقذارة يتحدث كي يضحك على الشيعة الحمير. ما هم حمير الشيعة حمير. في حديثه في ليلة 13 من شهر محرم في هذه السنة 1445 للهجرة. رجاء اعرضوا التسجيل الرابع. وكان تقريرا لرأي بعض الفقهاء، يعني كان تقريرا لمبنى فقهي. وبعد ذلك أقمنا محاضرات في تفنيد هذا الرأي وفي نقاشه وفي ذكر الأدلة على بطلانه، وهو موجود في موقع المنير
إذا أحببتم المراجعة موجود مقالات مكتوبة كتبناها في الرد على هذا الرأي لما كثرت الأسئلة حوله، لكن بعض ما نقدر نقول شنو، بعض من سامحهم الله تعالى أخذ هذا المقطع وبثه، بعد ما يهم ما قيل بعده وما جاء من بعده من تعقيب وبيان، هو ما يخص في هذا ويخص في هذا المقطع لأنه يخدمه، يأخذ هذا المقطع بعد ماكو شغل عنده فيما بعده زين. بينما هذا موقع المنير موجود أسئلة حول هذا المقطع وأجوبة عنها ومقالات من سنين موجودة. لذلك ما نقوله وما نعتقده أن الحسين عليه السلام شهيد بكل المضامين وبكل المعاني، وأما ما ذكر في المقطع فهو تقرير على مبنى بعض الفقهاء تم نقاشه والكلام فيه. ولذلك لم ينقل المؤرخون أن الإمام السجاد عليه السلام طلب من أحد أن يقوم بتغسيل الحسين وتكفينه. نعم طولب بتجهيزه كأي مسلم لابد من تجهيزه، يعني دفنه وقيام بأمور تجهيزه اللائقة بشأنه كإمام معصوم. هذا الكلام كله كذب، التسجيلات السابقة تكذبه بدرجة 100%. كذاب هذا الرجل، كذاب. أنتم سمعتم كيف يفتري على عقيلة بني هاشم وكيف يفتري على إمامنا السجاد لأجل تثبيت عقيدته، فهل الذي يقرر أقوال الفقهاء يكذب هذا الكذب لأجل أن يثبت ما قاله الفقهاء؟ ما هو هذا الهراء؟ هذا الرجل كذاب، هذا الرجل كاذب على عقيلة بني هاشم وكاذب على إمامنا السجاد وكاذب على الحقيقة والهداية. إنه يكذب على سيد الشهداء من أنه يجب تغسيله وتكفينه، هو يكذب على عقيلة بني هاشم من أنها طلبت منهم أن يجهزوا الجسد العريان، ويكذب على إمامنا السجاد مرة بأن إمامنا السجاد يمم الحسين وأصحابه، ومرة من أن الإمام السجاد كفن الحسين ببارية. يكذب على الإمام السجاد، يكذب على الحسين من أنه يجب تغسيله وتكفينه، ويكذب على عقيلة بني هاشم، ويكذب على إمامنا السجاد، ويكذب عليكم أنتم يا أيها الشيعة الحمير، يضحك عليكم. كذاب هذا، كذاب كذاب كذاب. ويكذب، ويكذب حين يقول وبعد ذلك أقمنا محاضرات في تفنيد هذا الرأي وفي نقاشه وفي ذكر الأدلة على بطلانه، وهو موجود في موقع المنير. رجعنا إلى موقع المنير فوجدناك كاذبا يا منير، يا منير، يا منير. السيستانيون يسمونه المثير، يقولون هذا ما هو المنير، هذا هو المثير، لأنه يثير الحقائق. سأعود إلى تلقيبه بالمثير في الأوساط السيستانية في آخر الحلقة. فيا أيها المنير المثير، رجعنا إلى موقع المنير، إلى موقع المثير، فما وجدنا إلا الأكاذيب وإلا التزوير. أين هي هذه المحاضرات؟
يا أيها المثير. وبعد ذلك أقمنا محاضرات في تفنيد هذا الرأي وفي نقاشه وفي ذكر الأدلة على بطلانه، وهو موجود في موقع المنير. كذاب يا منير، يا حبيبي يا مثير. إذا أحببتم المراجعة موجود مقالات. إذن المحاضرات أين هي؟ الرجل في الوقت نفسه يكذب وبعد ذلك يبدل أكاذيبه، فانتقل من المحاضرات إلى المقالات. إذا أحببتم المراجعة موجود مقالات مكتوبة كتبناها في الرد على هذا الرأي لما كثرت الأسئلة حوله. هو سؤال واحد، وقد عرضت لكم الفيديو، ما عندي من وقت كي أعيد الفيديوهات التي عرضتها في الحلقة الماضية لأجل تذكيركم. هو سؤال واحد والجواب، أرجع السائلة إلى المحاضرة المزورة، فهو يضحك على السائل، كتب مقدمة لهذه المحاضرة المزورة وأرجعه إليها. يمكنكم أن تختبروا ذلك بأنفسكم، اذهبوا إلى المسائل والردود وادخلوا إلى القسم الذي عنوانه غير مصنف، ستجدون السؤال، وحينما تضغطون على السؤال سيأخذكم إلى المحاضرة نفسها التي زورت في هذا الموقع، في موقع التزوير والدجل والأكاذيب. من جملة ما قاله، ولذلك لم ينقل المؤرخون أن الإمام السجاد عليه السلام طلب من أحد أن يقوم بتغسيل الحسين وتكفينه. إذن ما حكاية البارية التي كفن بها الإمام السجاد أباه؟ إذن ما حكاية التيمم؟ هذه الأكاذيب التي تفتريها. ولذلك لم ينقل المؤرخون أن الإمام السجاد عليه السلام طلب من أحد أن يقوم بتغسيل الحسين وتكفينه. نعم طولب بتجهيزه، من الذي طالب بتجهيزه؟ لا زالت أكاذيبه في ذهنه من أن عقيلة بني هاشم هي التي طالبت بتجهيزه، لا زالت الأكاذيب في ذهنه. نعم طولب بتجهيزه كأي مسلم لا بد من تجهيزه، من الذي طالب؟ من الذي طالب؟ في أي مصدر؟ من الذي طالب؟ من الذي طالب بتجهيز الحسين؟ في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ لا يستطيع أن يترك الأكاذيب في الوقت الذي يحاول أن يعتذر عن أكاذيبه. لماذا؟ لأنه لا زال يعتقد بالعقيدة نفسها، وإنما يضحك عليكم. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ما في الجنان ما في القلب يظهر على فلتات اللسان، وهذه فلتات لساني. ما هو؟ قال وهو يكذب على عقيلة بني هاشم. ولذلك تجدون أن السيدة زينب نفسها قالت: ألا فيكم مسلمون يجهز هذا الجسد العريان؟ نعم طولب بتجهيزه، لا زالت أكاذيبه في ذهنه. وإلا من هو الذي طالب بتجهيزه؟ فالإمام السجاد أنت تقول: ولذلك لم ينقل المؤرخون أن الإمام السجاد عليه السلام
طلب من أحد أن يقوم بتغسيل الحسين وتكفينه. إذن أية جهة طالبت؟ نعم طولب بتجهيزه كأي مسلم لا بد من تجهيزه، يعني دفنه والقيام بأمور تجهيزه اللائقة بشأنه كإمام معصوم. من الذي طالب القوم أن يجهزوا الإمام ويدفنوه كإمام معصوم؟ في أي مكان هذا؟ هو مستمر في أكاذيبه. حينما أقول لكم هؤلاء كذابون فإنهم كذابون، وعلى طول الخط، على طول الخط. إذا أردت أن أدخله إلى سونار القمر كي أفحص ماذا كتب وماذا قال، فإن حاله على طول الخط هكذا. هذه ليست حالة استثنائية، وسأضرب لكم أمثلة في هذه الحلقة. إذا كان هناك من متسع من الوقت، الرجل كذاب، كذاب وكذاب وكذاب، وأعتقد أن الأدلة على كذبه صارت واضحة لديكم. إنها حوزة النجف، حوزة الكذب. إنها أستاذية أسيستاني، مرجعية أسيستاني، إنها أستاذية الكذب والدجل. هذه الوثائق بين أيديكم، كذبوني كذبوني كذبوني. لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك، لأنها حقائق، لأنها حقائق برغم آنافكم. نذهب إلى المحاضرة اللعينة، إلى محاضرته، والتي تأتي تحت هذا العنوان: الشهادة في المصطلح القرآني. الشهادة في المصطلح القرآني. تحرير المحاضرات 16/8/2002 ميلادي. في مقدمة المحاضرة جاء هذا السؤال من الشخص العراقي الذي ذكرت لكم تفاصيله في الحلقة الماضية. نقل عنكم أنكم ترون أن الإمام الحسين لم يكن شهيدا شرعيا، أي بالمعنى الفقهي، فهل أنتم فعلا تتبنون هذا الرأي؟ فأجاب: نعم، ذكرت هذا الرأي في رجب عام 1421 هجري في مسجد الإمام علي بالقطيف، أي قبل 19 سنة. وكان الهدف من طرح ذلك مناقشة خطاب معهود في تلك الفترة يمكن ذكره في وقت آخر. كذاب، هو لا يناقش خطابا، هو يتحدث عن عقيدته، هو يكذب على السائل. لو أن السائل استمع إلى المحاضرة بتسجيلها الصوتي، لا أن يقرأها وقد طبعت طباعة تحريفية، فإن الرجل قد حرفها. وكان الهدف من طرح ذلك مناقشة خطاب معهود في تلك الفترة يمكن ذكره في وقت آخر. لماذا لا تذكره الآن لتوضيح المسألة؟ لأنه أساسا لا يوجد شيء من هذا القبيل. المحاضرة موجودة،
الرجل لا يتحدث عن أي خطاب، إنه يتحدث عن عقيدته، فهو يكذب ويكذب في جميع الاتجاهات. ثم بعد ذلك يقول: وهو سيد الشهداء، بمعنى من قتل في سبيل الله. وسيد الشهداء بالمعنى الفقهي، وهو من قتل في المعركة من قبل البغاة النواصب المحكوم بكفرهم لعنهم الله، والذي حكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ولعله لذلك لم ينقل المؤرخون ولم تذكر روايات أهل البيت أو غيرهم ممن حضر الفاجعة أن الإمام السجاد تصدى لتغسيله وتكفينه، أو قام بإجراء التيمم على جسده الممزق الأوصال. ما أنت الذي تقول؟ أنت من أين جئت بهذه الافتراءات؟ هو هنا يؤكد ما أقوله من أن الكلام الذي قاله هو افتراء على إمامنا السجاد، هو افتراء على عقيلة بني هاشم. ولعله لذلك لم ينقل المؤرخون. هذا الكلام موجود في موقعه، وعرضت عليكم الفيديو حينما دخلنا إلى موقعه، إلى موقع المنير في قسم المطبوعات. ولعله لذلك لم ينقل المؤرخون ولم تذكر روايات أهل البيت أو غيرهم ممن حضر الفاجعة أن الإمام السجاد تصدى لتغسيله وتكفينه. ما أنت تتحدث عن أن الإمام كفنه ببارية ولم يكفنه لأن الأكفان لم تكن جاهزة موجودة؟ ما هذا كلامك أنت؟ أو قام بإجراء التيمم على جسده الممزق الأوصال؟ ما أنت الذي تحدثت عن هذا؟ من أين جئت بهذا؟ وذلك لكونه شهيدا لا يغسل ولا يكفن، بل إنما يدفن بدمائه. الرجل يكذب في جميع الاتجاهات. ما أنت الذي ذكرت هذا الكلام وبإصرار وفرعت عليه من التفريعات؟ الكذب في كل الاتجاهات. هذا حال منير الخباز، هو حال جميع المعممين في حوزة النجف وكربلاء، من المراجع إلى أصغر عمامة. هذه حوزة الكذب وحوزة الدجل. أليس السيستاني يقدمه على أنه وجه سيستاني مرموق؟ وفي هذه الأيام هو الذي أجرى عقد القران لأحد أحفاد السيستاني، إنهم يحاولون أن يضعوه في الواجهة. هم أيضا هكذا، هم أيضا هكذا، هم أيضا يزورون ويكذبون ويضحكون على ذقون الشيعة. والقضية ليست خاصة بهم، هذا هو حال الحوزة الطوسية منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم وإلى يومنا هذا، وستبقى على هذا الحال إذا لم تتغير مناهجها، مناهج ضلالها، إذا لم تعد إلى أحضان العترة الطاهرة. ولا أعتقد أنها ستفعل ذلك، لأن منافع ومصالح المراجع في الكذب والدجل والضحك على ذقون الشيعة الحمير.
هذه هي الحقيقة من الآخر. سندخل في تفاصيل المحاضرة المطبوعة. منير الخباز يقرأ آية لا كما وردت في القرآن، ولكنهم يطبعونها مثلما وردت في القرآن، وهذا تزوير. يفترض أن يكتبوا قراءة منير الخباز ويضعون الآية الصحيحة بجانب تلك القراءة الخاطئة، أما أن يكتبوا الآية بصيغتها الصحيحة ومنير الخباز يقرأها بصوته ولسانه بطريقة خاطئة، هذا تزوير، تزوير، هذا تزوير. رجاء اعرضوا لنا التسجيل بصوت منير الخباز وهو يقرأ الآية بنحو خاطئ، إذا ما رجعتم إلى موقع المنير، إلى المطبوعات وإلى المحاضرة التي أتحدث عنها، فإنكم ستجدون الآية قد كتبت بنحو صحيح. الآن سأقرأ عليكم الآية التي ذكرها منير الخباز من المصحف، إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة، جاء فيها عن لسان عيسى المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أعيد قراءة الآية وبعد ذلك أعرض لكم التسجيل الصوتي لمنير الخباز من المحاضرة نفسها التي أحدثكم عنها. وكنت على لسان عيسى المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي. الأمر الأول هو أنك إذا تقارن بين شهادة عيسى وبين شهادة محمد صلى الله عليه وآله تجد أن القرآن وقت شهادة عيسى ولم يوقت شهادة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن عندما تحدث عن عيسى ماذا قال؟ وكنت شهيدا عليهم ما دمت، وقتها بوقت معين، ما خليها شهادة مطلقة، وقت شهادة عيسى بوقت معين، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت بكل شيء شهيد. إذا شهادة عيسى شهادة مؤقتة قطعا، المعنى البلاغي يتغير. وأنت على كل شيء شهيد، هذا المعنى يختلف. وأنت بكل شيء شهيد، المعنى يختلف اختلافا واسعا. هو قرأها هكذا: وأنت بكل شيء شهيد. النص يقول: وأنت على كل شيء شهيد، المعنى سيكون مختلفا. وقرأها: وكنت شهيدا عليهم، والذي جاء في الآية: وكنت عليهم شهيدا، المعنى سيختلف. حينما نقدم الجار والمجرور فهناك نكتة بلاغية.
فهذه هي الآية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. رجاء أعيد التسجيل. الأمر الأول هو أنك إذا تقارن بين شهادة عيسى وبين شهادة محمد صلى الله عليه وآله تجد أن القرآن وقت شهادة عيسى ولم يوقت شهادة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن عندما تحدث عن عيسى ماذا قال؟ وكنت شهيدا عليهم ما دمت، وقتها بوقت معين، ما خليها شهادة مطلقة، وقت شهادة عيسى بوقت معين. وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت بكل شيء شهيد. إذن شهادة عيسى شهادة مؤقتة. أنا لا أريد أن أشكل على قراءة منير الخباز للآية بنحو خاطئ، هذه ظاهرة عامة عند خطباء الشيعة، هذا شيء منتشر بين المراجع وبين أساتذة الحوزة وبين أئمة المساجد وبين خطباء المنبر، هذه قضية منتشرة. لا أريد أن أشكل على منير الخباز قراءته الخاطئة للآية، وإنما أردت أن آتي بمثال من أمثلة التحريف والتزوير. لو كانوا صادقين لأثبتوا القراءة الخاطئة ووضعوا الآية الصحيحة بجانبها، أو أنهم وضعوا ملاحظة من أن التسجيل الصوتية قرأت فيه الآية بنحو ليس صحيحا. التحريف الذي حدث في الآية يغير معنى الآية، وما هو بغريب. أستاذ المراجع مر علينا في مجموعة حلقات حوزة الحمير، مر علينا كيف أن النائيني افترى آية كاملة على الله وجعلها دليلا وجزءا من مباحثه المبنائية في علم أصول الفقه الذي على أساسه يميزون الأعلام الأضراط. ما هذه هي حوزة الضراط، إنها الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء. مورد آخر من موارد التحريف، ستستمعون إلى التسجيل الصوتي وسننقل لكم نفس المطبوع، هذه صورة للمطبوع في موقع المنير، هناك خط باللون الأخضر يتحرك يشير إلى ما يأتي في التسجيل الصوتي، وهناك خط أحمر يشير إلى مواطن التحريف، حيث أنهم دسوا جملا بين الكلام لتغيير اتجاه المعنى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني. نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن، ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام
سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراسم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. هذا هو التسجيل الصوتي من محاضرته، وهذا هو المطبوع بنفسه. هذه صورة، هذه صورة للمطبوع بنفسه في موقع المنير. حينما تحرك الخط الأخضر فهذه الكلمات التي قالها منير الخباز، وحينما تحرك الخط الأحمر فهذا الكلام الذي أضيف لما قاله منير الخباز لأجل تغيير مسار المعنى. سأعرض لكم هذا التحريف ضمن فيديوهات قصيرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء. ولنذهب إلى الفيديو الرابع. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء. ولنذهب إلى الفيديو الخامس. سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. رجاء أعيد بث الفيديو الثالث. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء. وإلى الفيديو الرابع. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء. وإلى الفيديو الخامس. سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثابتة. ما هو في داخل الخط الأحمر؟ هذا هو الذي أضيف من الكلام لأجل تغيير مسار ووجهة المعنى. والقضية لا تقف عند هذا التحريف، هذا تحريف صغير، التحريف الكبير سيأتينا. فتلاحظون أن المستطيل الأول جاء فيه هل أن، المستطيل الثاني جاء فيه مع أنه شهيد، المستطيل الثالث هل، الجواب أن. هذه الإضافات تغير اتجاه الكلام، ولكن هم أغبياء، لأن الجملة هذه لن تغير كل المعاني التي ذكرت في المحاضرة كلها، وإنما تغير مضمون السطور التي ورد فيها هذا التحريف.
الذي يعود إلى المحاضرة فإنه سيجد تخبطا ما بين أولها وآخرها. الحقيقة تكتشف حينما يستمع الإنسان إلى التسجيل الصوتي، لأن التسجيل الصوتي ليس محرفا، هذا هو كلامه وهذه هي عقيدته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو السادس. الشرط الثالث أن يكون الجهاد واجبا عليهم. لو أن الإنسان تطوع ما كان الجهاد واجب عليه، هو راح تطوع وقتل في المعركة، لا هذا يغسل ويكفن. الذي لا يغسل ولا يكفن من كان الجهاد واجبا عليه، كما إذا كان في حال الجهاد مع الكفار أو كان في مقام الدفاع عن بلدة الإسلام، كان في مقام الدفاع عن بلدة الإسلام ورد هجوم الكفار، إذا وجب على شخص القتال فقتل في المعركة فهو الذي لا يغسل ولا يكفن. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد. وأما من ذكرنا يا إخوان، كثير من الناس يموتون ويحصلون على ثواب الشهداء لكنهم ليسوا شهداء شرعا، يعني يغسلون ويكفنون. هذا هو الكلام الذي أضافه إلى المحاضرة كي يقول بأنه يعتقد بأن الحسين لا يغسل ولا يكفن. هذا كلام لا وجود له في التسجيل الصوتي. مثل ما بينت لكم قبل قليل، الخط الأخضر يتحرك تحت الكلمات التي ينطق بها منير الخباز، أما الخطوط الحمراء هذا كلام مضاف إلى المحاضرة ليس موجودا في التسجيل الصوتي. سأقرأه عليكم. الكلام الذي تحرك تحته الخط الأحمر ولكن الرأي الصحيح هو الرأي المعروف بين الإمامية حينما ألقيت محاضرتك، ألم تكن من الإمامية؟ إذا كان هذا الرأي رأيا معروفا، ولكن الرأي الصحيح هو الرأي المعروف بين الإمامية وهو أن الحسين شهيد شرعي أيضا، لأن المعركة بحسب العرف المعهود في الحروب لا تنتهي إلا بقتل القائد في الطرف الآخر، بينما هو في المحاضرة يقول من أن الحسين قتل خارج المعركة، من أن المعركة انتهت ومن أن الحسين قتل بعد ذلك، من أن قاتله جاءه وقتله وهو خارج المعركة. هذا هو الكلام الموجود في محاضرته والموجود في الجواب الملحق بالمحاضرة، عودوا إليها واستمعوا إليها. لأن المعركة بحسب العرف المعهود في الحروب لا تنتهي إلا بقتل القائد في الطرف الآخر، ولذلك لم تنتهي المعركة بسقوط الحسين على الأرض، وإنما انتهت بقتله لأنه كان في موضع القيادة فهو ممن قتل والمعركة قائمة، ولذلك فهو شهيد بالمعنى الشرعي أيضا، أي أنه لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمائه. وعلى فرض أن المعركة انتهت قبل قتله فإن قتله واحتزاز رأسه
كان تابعا للمعركة ومن لواحقها. ولذلك نؤكد على أن الحسين شهيد بكل المعاني، ومنها أنه شهيد بمعنى الشهادة على الأعمال، وشهيد بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن. نعم، ليس كل من يلقب بالشهادة فحكمه الشرعي هو ذلك، هذا الكلام كله افتراء وكله كذب أضيف على التسجيل الصوتي. رجاء أعيد بث الفيديو. الشرط الثالث أن يكون الجهاد واجبا عليهم. لو أن الإنسان تطوع ما كان الجهاد واجب عليه، هو راح تطوع وقتل في المعركة، لا هذا يغسل ويكفن. الذي لا يغسل ولا يكفن من كان الجهاد واجبا عليه، كما إذا كان في حال الجهاد مع الكفار أو كان في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام، كان في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام ورد هجوم الكفار، إذا وجب على شخص القتال فقتل في المعركة فهو الذي لا يغسل ولا يكفن. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد. وأما من ذكرنا يا إخوان، كثير من الناس يموتون ويحصلون على ثواب الشهداء لكنهم ليسوا شهداء شرعا، يعني يغسلون ويكفنون. سأعرض لكم الفيديو السابع، دققوا النظر، إنه فيديو مختصر عن الفيديو المتقدم. سيعرض لكم الفيديو آخر كلمة قالها، ثم يبدأ التحريف والافتراء في المطبوع على موقع المنير، وبعد ذلك يعرض الفيديو الكلمة التي تأتي متواصلة مع الكلمة التي تحرك تحتها الخط الأخضر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو السابع. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد. وأما من ذكرنا يا إخوان، كثير من الناس يموتون ويحصلون على ثواب الشهداء لكنهم ليسوا شهداء شرعا، يعني يغسلون ويكفنون. هذا هو التحريف والتزوير في المحاضرة، ولذا هو لا يثبت المحاضرة بتسجيلها الصوتي في موقعه. وحينما طبعت وزورت لم يطبع الملحق الذي ألحقه بالمحاضرة لتوضيحها، وهو الذي يفتري فيه على عقيلة بني هاشم، ويفتري فيه على إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يأتينا ويقول من أن الموقع فيه محاضرات ومن أن الموقع فيه مقالات فعودوا إليها كي تعرفوا الحقيقة. هذه هي المحاضرات والمقالات الموجودة في موقع المنير المثير سيستانيا. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثابتة. هذه الصورة الثابتة لما تم عرضه في الفيديو. دققوا النظر، هو يقول هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد. هذا الكلام الذي في داخل الخط الأحمر هذا كله افتراء وكذب، ليس موجودا في المحاضرة.
هو ذكر في البداية هذا تحرير للمحاضرة، يعني أن المحاضرة تحرر بكاملها، ولكن الأكاذيب والتزوير هي التي تهيمن على الواقع الشيعي. هكذا يضحك عليكم، هم يعبؤون للناس لا يعبؤون لمحمد وآل محمد، هو لا يعبأ لأكاذيبه على عقيلة بني هاشم، هو لا يعبأ لأكاذيبه على إمامنا السجاد، هو لا يعبأ لأكاذيبه على سيد الشهداء، وإنما يعبأ للناس ماذا يقولون، لأن الناس سألوا عن سيد الشهداء فصنع ما صنع من الأكاذيب. لم يسأل أحد عن أكاذيبه على عقيلة بني هاشم فلم يرتب أثرا، لم يسأل أحد عن أكاذيبه على إمامنا السجاد فلم يرتب أثرا، وإنما رتب أثرا على موضوع سيد الشهداء لا لأجل سيد الشهداء، لأن الناس سألوا، لأن الناس سألوا، ولأننا في قناة القمر عرضنا الحقائق وسنبقى نعرض الحقائق وسنبقى نثبت أنهم كذابون ودجالون، ولكن الشيعة الحميرة لا يفقهون، لا يفقهون الشيعة الحمير لا يفقهون، لا يفقهون. رجاء اعرضوا الصورة مرة أخرى فتلاحظون أن الجملة هي هذه، هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد، ثم جاء بالكلام المضاف بالكلام المفترى على المحاضرة ورجع، وأما من ذكرنا هذا هو الموجود في التسجيل، ثم أضافوا جملة واستمر التسجيل الصوتي. رجاء أعيدوا بث الفيديو السابع. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد، وأما من ذكرنا يا إخوان، كثير من الناس يموتون ويحصلون على ثواب الشهداء لكنهم ليسوا شهداء شرعا، يعني يغسلون ويكفنون. سأخذكم في لقطة سيستانية، ما هو أستاذه، ما هو أستاذه السيستاني أستاذه. هذه الرسالة العملية للسيستاني، منهاج الصالحين، الطبعة الرابعة 1417 هجري قمري 1996 ميلادي. إنها طبعة مكتبي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله قم المقدسة. هذا هو الجزء الثالث في الصفحة العاشرة، المسألة الثامنة. ماذا يقول السيستاني في رسالته العملية بالمعطيات والتفاصيل التي ذكرتها لكم؟ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، لا يجوز وطؤها، وهذا الكلام ينطبق على الزوجة حتى لو كان عمرها يوما واحدا، فهذا ينطبق على الرضيعة وغيرها.
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، ينطبق على الزوجة إذا كان عمرها يوما واحدا أو كان عمرها 9 سنوات إلا يوم واحد. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها. فالرضيعة إذن إذا ما تزوجها المتزوج لا يجوز له أن يطأها، ولكن يجوز له أن يستمتع بها كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ، فكل هذا يجوز للمتزوج الذي تزوج رضيعة بعمر يوم واحد، يجوز له أن يفعل ذلك بها. هذه المسألة واضحة. وهذا الحكم ليس خاصا بالسيستاني، مراجع النجف وكربلاء ومراجع قم، مراجع الشيعة عموما يتمسكون بهذا الحكم، لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية وفقا لطريقة الاستنباط الشافعي، وإلا فهذا محرم في دين العترة الطاهرة. لكن وفقا لعلم أصول الفقه ووفقا لنتائج علم الرجال علم القنادر ووفقا لاستعمال طريقة الاستنباط الشافعي المعتزلي، هذه هي النتائج. لذا فإن جميع مراجع الشيعة ذكروا هذه المسألة في رسائلهم العملية أو لم يذكروها إنهم يقولون بها. إذا كان هناك من استثناء فتلك حالة شاذة، وإلا فإن الجميع على هذا القول، لأن المنهج الذي هم عليه يوصل إلى هذه النتيجة. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في منهجهم، وهذا هو الذي أقوله دائما. ولكن العالم الفقيه إذا صار متعصبا لمنهجه حتى بعد أن يقطع بضلال منهجه، المشكلة ستكون فيه، ستنتقل من المنهج إلى شخصه، وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس به. هذه الطبعة 1996 في السنوات الأولى من مرجعيته. هذا هو الجزء الثالث من طبعة بتأريخ 2020 1441 هجري قمري 2020 ميلادي، منهاج الصالحين الجزء الثالث، إنها الرسالة العملية للسيستاني، وهذه طبعة مؤسسة نور الأمير في مجموعة مؤلفات وآثار السيستاني. السيستاني وثقها بتوقيعه وختمه
بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد والصلاة يجوز العمل بهذه النسخة من رسالة منهاج الصالحين والعامل مأجور إن شاء الله تعالى. 15 ربيع الآخر 1439 هجري قمري، توقيع سيستاني بقلمه مع ختمه، مع ختم المرجعية. 2020 ميلادي، الطبعة المتقدمة 1996 ميلادي، صفحة 18 المسألة الثامنة هي لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو منقطعا. لم يشر إلى أن عمرها دون 9 سنين، مع أن الزوجة البالغة شرعا في فقهه وفي فتاواه هي التي تكمل 9 سنوات هلالية للتدليس. غير الكلام، لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا، باعتبار أن التي في سن 9 الناس يقولون عنها من أنها طفلة، فلأجل أن يرضي الناس حرف الكلام. لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو منقطعا، ما ذكره في الرسالة العملية التي هي طبعة 1996 من جواز اللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ، حذفه هنا. حذفه لا لأن الفتوى تغيرت، لو أن الفتوى تغيرت في وجهة نظره فذلك أمر آخر، لكن الجملة لا زالت تشتمل على المعنى. غاية الأمر أنه حذف التفصيل، فحينما يقول لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا، هذا يعني أنه يجوز فعل سائر الأشياء الأخرى من اللمس بشهوة ومن التقبيل والضم والتفخيذ وغير ذلك. ما هو الكلام؟ هو لكنه تلاعب بالألفاظ. هذه المشكلة الكبيرة في أجواء الحوزة. الحوزة تعلم طلابها أن يلعبوا بالألفاظ، وهذه الظاهرة واضحة جدا، يلعبون بالألفاظ كي يضحكوا على الشيعة ويحولون الدين إلى لعبة ألفاظ. هذا هو الموجود في واقع الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية النجسة القذرة. ألا تلاحظون أن الأمر هو عملية العبث بالألفاظ، عملية التلاعب بالألفاظ. سأقرأ عليكم ما جاء في طبعة 1996: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، يعني إذا أكملت 9 سنين فهي زوجة شرعية دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، فهذا أمر جائز. هنا في الرسالة العملية التي جاءت
بطريقة التزوير والتحريف. لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا. ما هي الزوجة البالغة شرعا؟ هي التي تصل سنواتها إلى السنة التاسعة، إذا أكملت السنة التاسعة فهي بالغة شرعا، وهذا هو المعروف بين فقهاء الشيعة. دواما كان النكاح أو منقطعا. غير الوطء هل هو ممنوع؟ ليس ممنوعا، العبارة توضحه، لكنه حذف العبارة المفصلة للكلام لأجل إرضاء الناس. هذا هو دين حوزة النجف، لا يعبؤون بالدين بما هو دين، وإنما يعبؤون بإرضاء الناس، لأن مصالحهم مع الناس، لأن معايشهم مع الناس، لأنهم يضحكون على الناس، لأنهم اتخذوا الشيعة حميرا وركبوا على ظهورهم. أتحفونا بالوثيقة الدخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكير حالة سنون فقش ديخ عربي فقش. والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. من أخبث أساليب مراجع النجف وكربلاء والتي يعلمونها لطلابهم وتلاميذهم، هذه الظاهرة موجودة في كل الوسط المعمم. من أخبث ما يقومون به هو أنهم يتلاعبون بالألفاظ، يلعبون بالدين في دائرة الألفاظ كي يتخذوا من الشيعة حميرا، وهذه الأمثلة واضحة فيما يفعله منير الخباز في الماضي وفي الحاضر، وسيفعل هذا في المستقبل أيضا، لأنه لا يعرف غير هذا. هذا هو الذي تعلمه في حوزة النجف. الحوزة الطوسية لا تعلم غير هذا. الحوزة الطوسية إنها حوزة الأكاذيب وحوزة الدجل وحوزة الافتراء على أهل البيت. هؤلاء قوم جهال لا يفقهون دين العترة الطاهرة. عندهم معلومات منها ما هو مأخوذ من النواصب بشكل مباشر، ومنها ما هو مأخوذ من نواصب الشيعة منذ أن تأسست هذه الحوزة سنة 448، وهي تضخ الكتب والأفكار والمعلومات في دائرة النصب الشيعية. هناك نصاب هم نصاب سقيفة بني ساعدة، وهناك نصاب هم نصاب سقيفة بني طوسي، وهؤلاء هم الأخطر. الإمام الصادق وصفهم بأنهم نصاب، ووصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الإمام الصادق
فأنا لا أفتري على الإمام الصادق هنا مثل ما يفتري منير الخباز ويفتري غيره. وأعتقد أن سامي البدري مر الكلام بخصوصه، وأحمد الصافي مر الكلام بخصوصه، وخالد الدراجي، وذلك التحفة، ذلك التحفة الرونقة. شاهدتم واستمعتم إلى أكاذيبهم وافتراءاتهم على محمد وأهل محمد، والسلسلة طويلة طويلة، وحق الحسين السلسلة طويلة. صدقوني إذا أردت أن أتناول الخطباء، لا أتحدث عن جميعهم، وإنما أتحدث عن الخطباء المعروفين، فإن حالهم أسوأ من حال منير الخباز، وأسوأ من حال سامي البدري، وأسوأ من حال أحمد الصافي، وأسوأ من حال خالد الدراجي. صدقوني، لأنني كلما أستمع إليهم فإنني لا أسمع إلا الأكاذيب وإلا الافتراءات على محمد وآل محمد، لا أسمع إلا الأكاذيب. من هنا فإني دائما أصفهم بأنهم حمير وبأنهم شياطين، وأنصحكم دائما ألا تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير من خطباء المنبر. كل الذي يقولونه لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، إنما هو الدين الطوسي القذر النجس، دين مراجع النجف وكربلاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا الرجل الذي أنا بصدد خبزته، أتحدث عن منير الخباز، هذا الرجل على طول الخط يكذب عليكم، وهو جاهل بتمام معنى الكلمة بدين العترة الطاهرة. هو جاهل بأحاديثهم، جاهل بكتبهم، بكتب أحاديثهم. يقرأ كتبا أخرى لا شأن لي به، يتعلم ما يتعلم من دين النواصبي أو من الدين الطوسي، تلك مشكلته. نحن نتحدث هنا عن دين العترة الطاهرة. مصادر دين العترة الطاهرة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، غير ذلك لا علاقة لنا به. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه منير الخباز، يتحدث حديث الجهل المطلق وحديث الجهل المطبق والمطبق. أنا أستغرب يعني من الإصرار. اجي أنت الآن قال لك شنو، والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان. من وين الحديث ده؟ من جايبنا انت؟ ها؟ من وينه؟ هذه الكتب المعتبرة عندنا، طلع لي الحديث من هذا. يلا. تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر، كتاب إلزام الناصب أو كتاب شو اسمه بيان، شنو اسمه؟ بيان آل محمد اسمه؟ نعم، بشارة المصطفى، كتب متأخرة حديثة. ارجع للكتب الأصلية. هذا الكافي، هذا من لا يحضره الفقيه، هذا البحار، ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء، فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية من هالكتب المعتمدة، جيب.
تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم، وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مو زينين وانحصرت الوثاقة بس في 3-4 في البالتوك، هذا دليل بينك وبين الله؟ هذه الكتب المعتبرة جيب لي رواية من هالكتب، من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار، من البحار، يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة، جيب لي دليل، جيب لي رواية. لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين. الرواية الموجود عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة، قراء للقرآن، هذه الرواية الموجودة. يا منير يا مثير، يا منير يا مثير، بالله ما تقول لي هذه الرواية بيا مصدار. يا أيها العلم المحقق المدقق، الرواية الموجودة عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة، قراء للقرآن، هذه الرواية الموجودة، هذا نص كلامي. في أي مصدر هذه الرواية؟ هذه رواية مكذوبة على محمد وآل محمد، لا وجود له. في أي مصدر هذه الرواية؟ كذاب هذا الرجل، وعلى طول الخط كذاب كذاب كذاب، وهذا الأمر ليس خاصا به، جميع أصحاب العمائم كذابون من آيات الله العظمى إلى أصغر المعممين، لا علاقة لهم بحديث العترة ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. أنا أتحدث في بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية، كذبوني كذبوني كذبوني، وأنتم عندكم الفضائيات والمواقع الإلكترونية الكثيرة، وعندكم المؤسسات، وعندكم الحكومات، وعندكم ما عندكم، كذبوني كذبوني إذا كان كلامي ليس صحيحا. من أين جئت بهذه الرواية يا منير يا مثير؟ من أين جئت بها؟ لا يوجد كلام كهذا في كتبنا. الرواية الموجودة عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، من أين جئت بهذه الرواية؟ أنت تعترض على روايات صحيحة حينما تنكر من أنه لا يوجد في كتبنا روايات تتحدث عن أن إمام زماننا سيقتل مراجع النجف، سيقتل أصحاب العمائم في النجف. أنت تقول تريد رواية من البحار، سآتيك برواية من مصادر البحار وليس من البحار، من مصادر البحار، صاحب البحار توفي سنة 1111 للهجرة، أنا سأقرأ عليك رواية من مصدر من مصادر البحار، دلائل الإمامة من مصادر البحار، من المصادر المهمة لكتاب البحار، دلائل الإمامة للطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة 455 رقم الحديث 435
حديث طويل عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه ويسير إلى الكوفة، القائم إمام زماننا، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية. لا تضحكوا على الناس وتقولون من أن البترية زيدية. أين هم الزيدية في العراق؟ أين هم الزيدية في النجف وكربلاء؟ هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البترية، هؤلاء هم الذين وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية الذين بتروا ما بين الكتاب والعترة، ففسروا الكتاب بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. هؤلاء هم البترية الذين بتروا الكتاب عن العترة الطاهرة، الذين بتروا بيعة الغدير، يلقلقون ببيعة الغدير بألسنتهم وبتروا مواثيقها بترا. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، كذاب جاهل أنت. تقول هكذا الرواية الموجودة عندنا، يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة. لا وجود لرواية كهذه التي أنت تكذبها على العترة الطاهرة. ما قالت فقهاء، قالت الروايات من أنهم فقهاء. يا أيها الكذاب الدجال الجاهل الخائن المدلس، قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين. من هم هؤلاء الذين يخرجون من النجف ويقولون للإمام لا حاجة لنا فيك؟ هل هم زيديون كما تقولون؟ ماذا يفعلون في النجف؟ ولماذا يتحدثون باسم النجف؟ هؤلاء هم مراجع النجف اللعناء لعنة الله عليهم، الذين سيذبحهم إمام زماننا، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. هذه أحاديث أهل البيت. أنت تتحدث عن البحار، هذا مصدر البحار، هذا مصدر البحار، هذا مصدر من مصادر البحار، إنه دلائل الإمامة. وهذا المضمون ورد بنفس المعنى في كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 541. الرواية هي هي الرواية في دلائل الإمامة، رواها أبو الجارود عن إمامنا الباقر، وهنا يروي المفيد عن أبي الجارود عن إمامنا الباقر، وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل، والحديث الطويل هو هذا، موجود في دلائل الإمامة، أنه إذا قام القائم
سار إلى الكوفة فيخرج منها 12,000 نفس يدعون البترية عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ويدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب، إلى آخر ما جاء في الرواية. المضمون هو هو، المضمون هو هو، ويتكرر هذا في كتب أخرى. هؤلاء هم البتريون الذين بتروا دين محمد وآل محمد. إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، حيث يصفهم بأنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض علوم أهل البيت شيئا يسيرا منها، ويضيفون إليه إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، يضحكون عليهم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هؤلاء هم المستسلمون. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هؤلاء هم البتريون الذين بتروا الكتاب عن العترة، الذين بتروا مواثيق بيعة الغدير، الذين بتروا الشيعة عن دين العترة الطاهرة، الذين بتروا حقائق الدين بأكاذيبهم. هؤلاء هم البترية اللعناء. هذه الروايات واضحة وصريحة. أما السبعون الذين تحدثت عنهم فلا وجود لهم بحسب روايتك، وإنما هناك 70 كذابا يبدو أنك واحد منهم. الرواية في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها طبعة الأولى قم المقدسة صفحة 214، إنه الحديث 11 بسنده بسند النعماني عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض. فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد، يجمع عوام شيعتي. هؤلاء الرؤوس، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم رؤوس الشيعة، مراجع الشيعة. 70 كذابا، أنت كذاب من هؤلاء الكذابين، كأمثالك تكذبون على العترة الطاهرة وتكذبون على الشيعة، هذا هو دينكم وهذا هو علمكم الذي تسمونه علما، جهالات فوقها جهالات وضلالات فوقها ضلالات وأكاذيب فوقها أكاذيب، هذا هو دينكم وهذا هو علمكم وهذه حوزتكم، إنها كنيف، بل كنيف المراحيض أطهر منها وأطيب عطرا منها، هذا هو واقعكم، تكذبون وتكذبون، جهال لا تفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة.
نذهب إلى فاصل. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين ما قاله هذا الرجل من جهالات وأكاذيب وبين ما بينته لكم، وانظروا إلى لغة جسده وطريقة التي يتحدث بها، وكأنه على علم وتحقيق كيف يسخر من الذين يتحدثون عن هذه الأحاديث الصحيحة في كتبنا، إنها أحاديث أئمتنا، بهذه الطريقة يضحكون عليكم، بهذه الطريقة صنعوكم حميرا، وستبقون حميرا، ستبقون حميرا يا أيها الشيعة عموما ويا شيعة العراق خصوصا، ستبقون حميرا يا حمير. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. أنا أستغرب يعني من الإصرار. اجي أنت الآن قال لك شنو، والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان. من وين الحديث ده؟ من جايبنا أنت؟ ها؟ من وينه؟ هذه الكتب المعتبرة عندنا، طلع لي الحديث من هذا. يلا تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر، كتاب إلزام الناصب أو كتاب شو اسمه بيان، شنو اسمه، بيان آل محمد اسمه، نعم، بشارة المصطفى، كتب متأخرة حديثة. ارجع للكتب الأصلية. هذا الكافي، هذا من لا يحضره الفقيه، هذا البحار، ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء، فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية من هالكتب المعتمدة. جيب، تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم، وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مو زينين، وانحصرت الوثاقة بس في 3-4 في البالتوك، هذا دليل بينك وبين الله؟ هذه الكتب المعتبرة، جيب لي رواية من هالكتب، من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار، من البحار، يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية. لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين. الرواية الموجود عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة، قراء للقرآن، هذه الرواية الموجودة. من أين جئت بهذه الرواية؟ في أي مصدر؟ يا كذاب، يا جاهل، يا طائح الحاض، من أين جبت هذه الرواية؟ وإلى فيديو آخر، أيضا هذا الفيديو يحدثنا عن جهله وعن كذبه وعن خداعه للشيعة، وانظروا إلى لغة جسده التي بها وبالتلاعب بالألفاظ وبتسطير جهالاته وضلالاته يستحمر الشيعة. الشيعة يستحقون هذا، الشيعة يحبون الذي يستحمرهم، أما الذي يضع الحقائق بين أيديهم لا يريدونه، يريدون أن يبقوا حميرا، فابقوا حميرا يا حمير. زين، تفضل. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 190، فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. زين، فقهاء الشيعة قال منهم خرجت الفتنة، قال فقهاء الشيعة بلي، قال فقهاء الشيعة، نعم فقهاء الشيعة قال، لا لا، فقهاء تحت ظل السماء، ما قال فقهاء الشيعة، ها. زين، بعد منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا ليس في البحار. من هم فقهاء آخر الزمان؟ هذا ليس في البحار، هذا أولا. وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة،
والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، ما بعد ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي، تعرف بعد المراد بفقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني، ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت تطبق على فقهاء الشيعة. نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة ولم يعبر بالفقهاء. كذاب وجاهل وحمار وحمار. السائل كان دقيقا في الكلام، قال له من أن الرواية في الجزء 52 من بحار الأنوار، وهذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار، وقال له من أن الرواية في الصفحة 90 بعد 100، وهذه الصفحة 90 بعد 100 والرواية موجودة فيها، ولكن هذا الجاهل الحمار الكذاب الدجال الأثول أصر وبقوة من أن الرواية ليست موجودة في البحار، الرواية موجودة في البحار. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 90 بعد 100. الحديث 21 نقله عن ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، كتاب معروف للصدوق، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة ولا من الإسلام إلا اسمة يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا المصطلح الفقهاء يطلق على فقهاء الشيعة بحسب الأصالة، لأن الأئمة يتحدثون مع الشيعة وعن الشيعة، النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع الشيعة وعن الشيعة. إذا أريد من هذا المصطلح ما هم ليسوا من الشيعة لابد من وجود القرائن، لابد من وجود القرائن. أما ما يقوله من أن فقهاء السنة بيدهم مقاليد الأمور، نحن لا نشاهد أحدا من فقهاء السنة بيده مقاليد الأمور. أستاذك السيستاني بيده مقاليد الأمور، من هو من فقهاء السنة في زماننا بيده مقاليد الأمور؟ إنهم عبيد عند الحكام والملوك والسلاطين. السيستاني أستاذك والمرجع الأعلى للشيعة هو الذي بيده مقاليد الأمور. فقهاء ذلك الزمان هم فقهاء الشيعة، لأن الأئمة حينما يتحدثون لا يتحدثون عن فقهاء النواصب، إذا تحدثوا عن فقهاء النواصب فإنهم سيضعون قرينة في كلامهم تشير إلى أنهم يقصدون فقهاء النواصب، أما حينما لا يضعون قرينة في الكلام فهذا يعني أنهم يتحدثون عن فقهاء الشيعة، لأن الأئمة أئمتنا، لأن النبي نبينا، فحينما يتحدث النبي وحينما يتحدث الأئمة يتحدثون مع الشيعة وعن الشيعة، هذه هي عقيدتنا.
يقول من أن الرواية ليست موجودة في البحار، وهو يطالب قبل قليل أن نعود إلى الكتب الأصلية، إلى الكتب القديمة، إلى كتب الصدوق، إلى البحار. هذا هو البحار، الرواية موجودة في البحار مثل ما قال السائل. والأجمل من هذا أن الرواية ذكرها المجلسي أكثر من مرة في البحار. هذا هو الجزء 18 من بحار الأنوار، من الطبعة نفسها، من طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 146، أورد الرواية بالرقم 7، نقلها عن ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدق. الرواية هي نقلها مرة ثانية في صفحة 146 من الجزء 18، وأوردها مرة ثالثة في الجزء 2 من بحار الأنوار، حتى تعرفوا جهل هؤلاء وكيف يضحكون عليكم. هؤلاء حمير حمير حمير. لهذا السبب حينما تحدثت عن حوزة النجف في الحلقات المتقدمة أسميت مجموعة تلك الحلقات بحوزة الحمير. هؤلاء هم الحمير، هذا حمار من حمير هذه الحوزة. هذا الجزء الثاني من بحار الأنوار من الطبعة نفسها، صفحة 109، إنه الحديث 14. هذه الرواية نقلها المجلسي في البحار في الجزء الثاني، في الجزء 18، في الجزء 52، ونقلها عن كتاب قديم، عن مصدر من مصادرنا القديمة، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. صفحة 561، رقم الحديث 1008. الرواية هي فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وهل فتنة الشيعة إلا من أصحاب العمائم؟ فتنة الشيعة من أصحاب العمائم على طول التاريخ وإلى هذه اللحظة. هذه المصادر. والسائل الرجل كان صادقا حينما نقل الرواية، نقلها بصدق ونقلها عن علم، نقلها من بحار الأنوار من الجزء 52، وهي موجودة بعينها بألفاظها ومن نفس مصدرها في الجزء 18 من البحار، وفي الجزء 2 أيضا، ومصدرها الأصل هو هذا، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. وفوق كل هذا فإن الكليني قد أوردها في الكافي، وهذا هو الجزء 8 من الكافي الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 43 بعد 200، رقم الحديث 79 بعد 400. نقل الرواية عن إمامنا الصادق، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن
إلا رسمه يمكن أن تقرأ إلا رسمه وإلا رسمه بحسب المعنى الذي نقصده. لا يبقى من القرآن إلا رسمه إلى أن يقول فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هؤلاء هم الفقهاء الذين قال عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم ثم جاءنا بالرواية نفسها. نعم، الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة، وقرأت عليكم ما جاء في دلائل الإمامة من كتبنا القديمة ومن مصادر بحار الأنوار من أن القوم الذين سيخرجون على إمام زماننا عند ظهوره الشريف إنهم قراء القرآن فقهاء في الدين، هكذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل جاهل أولا، كذاب ثانيا، مدلس ثالثا، مستحمر للشيعة رابعا، وهذا هو الواقع الذي بين أيديكم. وكذبوني إن لم تكن هذه حقائق. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه وأن يقارنوا بين أكاذيبه وبين الحقائق التي بينتها. زين، تفضل. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 190. فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. زين، فقهاء الشيعة قال منهم خرجت الفتنة. قال فقهاء الشيعة. بلي. قال فقهاء الشيعة. نعم. فقهاء الشيعة قال. لا فقهاء تحت ظل السماء. ما قال فقهاء الشيعة. هذا زين. بعد. منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا ليس في البحار. من هم فقهاء آخر الزمان؟ هذا ليس في البحار. هذا أولاً. وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة، والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي، تعرف بعد المراد بفقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني، ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت الطبقة على فقهاء الشيعة. نعم، الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة، ولم يعبر بالفقهاء. يا منير يا مثير، كذاب وجاهل وحمار بتمام معاني هذه الكلمات، إنك حمار بحسب منطق القرآن. القرآن يقول عنك بأنك حمار. أنا أسأل كل المشاهدين، هذه الآية في سورة الجمعة تنطبق عليه أم تنطبق علي؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أنا أسألكم، أنصفوا الرجل، هذه الآية تنطبق علي أم تنطبق علي؟ على من تنطبق؟ الآية واضحة
إنها تنطبق عليك يا منير تمام الانطباق، أنت مصداق من المصادق الواضحة لهذه الآية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وصلتني الأخبار بأنه في يوم الأربعاء، أتحدث عن هذه الأربعاء، غدا الثلاثاء ومن بعدها تأتي الأربعاء، في يوم الأربعاء هناك احتفال، هناك احتفال، احتفال في هذه دار الخرى، دار الخرى هذه التي تسمى ب دار العلم، نفس الشيء، دار الخرى دار العلم نفس الشيء. في دار الخرى في دار العلم هذه المؤسسة التي مسؤولها الجاسوس الأمريكي حفيد الخوئي ابن محمد تقي جواد الخوئي أحد أعوان المرجعية السيستانية، الجاسوس الأمريكي الذي تحدثنا عنه في برامج سابقة وبالوثائق القطعية، هي هذه المؤسسة دار الخرى دار العلم. يوم الأربعاء سيكون فيها احتفال، لماذا؟ لإعطاء الجوائز للمتفوقين في التحقيق. ومن الذي سيشرف هذا الاحتفال وسيلقي خطابا فيه وسيوزع الجوائز على المحققين البارعين؟ هو هذا نفسه، هذا المحقق العظيم منير الخباس، وأنتم شفتوا تحقيق هذا التحقيق يخر من فوق ومن جوه، من أمتكم ومدى تحقيقكم يا حوزة النجف البائسة والساقطة، هو هذا التحقيق. طيح الله حظكم، اي والله طيح الله حظكم، من اولكم لاخركم. نذهب الى فاصل. إذن هذا المنير المثير هو الذي سيوزع جوائز التحقيق على المحققين. هو مثير بالنسبة لي، إنه يثير الجهالات ويثير الأكاذيب ويثير الافتراءات على العترة الطاهرة، وقد قدمت لكم الأدلة الواضحة. كذبوني كذبوني، لن تستطيعوا تكذيبي، لن تستطيعوا تكذيبي، وهذا هو الذي يرغم آنافكم، هذا هو الذي يؤذيكم ويقض مضاجعكم، أنكم لا تستطيعون تكذيبي، وإنما تحدثون حميركم بأنني كذاب، لكنكم لا تستطيعون تكذيبي، لأن الحقائق واضحة، واضحة وصريحة. فهذا هو المنير المثير الذي يثير الجهالات ويثير الضلالات ويثير الافتراءات على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وربما يثير شيئا آخر أنا لا أدري، ولكن الشباب هنا أتحدث عن الشباب الشيعي في الحسينيات والمؤسسات الشيعية، يسمون منير أبو رجلين الخايسة، أنا
لم أقترب منه حتى أعرف صدق هذا الكلام، لا علاقة لي به، ولكن هذا يتردد على ألسنة الشباب هنا في مدينة لندن، لا أدري هل يتردد في مكان آخر، هنا على ألسنة الشباب في الحسينيات في المؤسسات الشيعية، قطعا لا يتردد على ألسنة الجميع، على ألسنة بعضهم هكذا يقولون عنه حينما يذكرونه، يقولون منير أبو رجلين الخايسة. وحينما بحثت عن هذا الأمر عرفت من أنهم يتحدثون عن أن الرجل حينما يأتي لإلقاء محاضرة أو حينما يرتقي المنبر لمجلس حسيني، حينما يشارك في الندوات والمجالس العامة فإنه دائما يأتي وأرجله متسخة ومن دون جوارب، ولذلك يقولون هذا عنه، فيبدو أنه يثير رائحة كريهة كما هم يقولون، أنا لا أدري، أنا أقول إنه يثير الجهالات، إلا أننا حينما فحصنا صوره في موقعه وفي فيديوهاته وجدنا أن الأمر واضح في صوره وفي فيديوهاته، مثلما يقول الشباب، أتحدث عن شباب الشيعة هنا في مدينة لندن، رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى، إنه مع المرجع جواد التبريزي، أعتقد تلاحظون أن الرجل من دون جوارب، انظروا إلى رجليه فهو من دون جوارب، هذه الصور من موقعه موجودة على موقعه. نذهب إلى الصورة الثانية، الحال هو هو، وإلى الصورة الثالثة، وإلى الصورة الرابعة، وإلى الصورة الخامسة، هذه صورته مع مرجع من مراجع الشيعة أيضا، إنه رضي المرعشي. الصور المتقدمة كانت مع جواد التبريزي مرجع متوفى، وهو الآخر مرجع متوفى أيضا. وإلى الصورة السادسة، هذه صورته مع أخيه ومع محمد الصافي، وإلى الصورة السابعة، هذه الصور من موقعه، يمكنكم أن تزوروا موقعه الرسمي المنير. وإلى الصورة الثامنة، مناسبات مختلفة ولأوقات زمانية مختلفة، يبدو أن الشباب صادقون فيما يقولون، لا أدري. وإلى الصورة التاسعة، من الصورة الأولى إلى الصورة التاسعة، كل هذه الصور موجودة على موقعه الإلكتروني الرسمي، فليس هناك من تحريف أو تزوير أو تبديل، هذه الصور موجودة على موقعه. وإلى الصورة العاشرة، هذه الصورة مأخوذة من فيديو،
وإلى الصورة التي بعدها، وهي مأخوذة أيضا من فيديو، وإلى الصورة التي بعدها. هذه الصورة من موقعه الإلكتروني. وإلى الصورة رقم 13، هذه أيضا من موقعه الإلكتروني. وإلى الصورة رقم 14، هذه مأخوذة من فيديو. فهذه الصور أكثرها أخذت من موقعه الإلكتروني، وبعض الصور وهي برقم 10 و11 و14 أخذت من الفيديوهات. على أي حال، هذه معلومة موجودة على أرض الواقع. أردت أن أبين لكم من أنني لا أقبل معلومة حتى أبحث وأتأكد من جذرها، من أصلها، هل هي حقيقة ليست كذلك. الأمر ليس مهما، الأمر ليس مهما، لكنني علقت على ما يقولونه عن السيستانيون بأنه المنير المثير، بأنه السيد المثير. قلت لكم مثير من وجهة نظري هو يثير الجهل والضلال والكذب والافتراء على رسول الله وآل رسول الله، وقدمت لكم الحقائق. ويكذب على الشيعة، ما هي هذه مهنته ومهنة أصحاب العمائم. أما هو مثير عند شباب الشيعة في مدينة لندن يثير شيئا آخر، هذا أمر راجع إليه. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أتحدث عن جهات أخرى، وتلاحظون أن بعض الكتب ما فتحتها. أختم حديثي بما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 33، إنه الحديث 26 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية دقق النظر فيها، إنها أصدق تعبير عن منير الخباز وأمثاله من الذين حدثتكم عنهم ومن الذين سأحدثكم عنهم في قادم الأيام إن بقينا أحياء. إنها حوزة النجف، هذا هو منير الخباز وهذا هو أستاذه السيستاني. هذه حوزة النجف. يا معشر شيعتنا، أمير المؤمنين يقول، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، أنتم الذين تعتقدون بمودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، هؤلاء هم الذين لا علم لهم بحديث أهل البيت، لماذا يلجؤون إلى آراء النواصب وآرائهم هم؟ لأنهم لا يفقهون القرآن بتفسير العترة ولا يفقهون حديث العترة. جهال كذابون يكذبون عليكم. أمير المؤمنين هو الذي يحذركم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، لا يفقهونها، فاتخذوا عباد الله خولا، بنفس الطريقة التي يتحدث بها منير الخباز. مع ذلك السائل الذي يسأله وكان
يتحدث بصدق وعلم، ولكنه كيف تعامل معه؟ تعامل معه بطريقة أسكتته، والرجل يبدو أنه سكت، ماذا يصنع؟ هذا هو أسلوب أصحاب العمائم. فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. الكلاب الحيوانات أطهر منهم، من أشباه الكلاب هؤلاء، من أتباع أصحاب الرأي، من أتباع هؤلاء المراجع. وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. بالضبط هذا هو الذي شاهدتموه في أحاديث منير الخباز في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة وفي كل أحاديثه. وهذا الأمر ليس خاصا بمنير الخباز، هذا واقع أصحاب العمائم في الحوزة الطوسية القذرة النجسة في كربلاء والنجف. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، هذه حجج حجج عليكم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، إنه يجيبكم بآرائه بشيء من عنده، ويكذب على العترة الطاهرة، ويكذب الأحاديث، وهو لا يعرف الأحاديث ولا يعرف مصادرها، ويضحك على الشيعة. وصدقوني كل أحاديثه هكذا، كل مجالسه هكذا، كل محاضراته هكذا، بإمكاني أن آتيكم بها محاضرة محاضرة. والأمر ليس خاصا به، سائر الخطباء، سائر المتحدثين في الفضائيات، على الإنترنت، في الحسينيات، في المساجد، كذابون جهال حمير، هذا هو واقعه. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بطرح آرائهم، يفرضونها عليكم على أنها دين العترة الطاهرة، وهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، جعلوهم حميرا يركبون على ظهورهم، وما له دولا يتداولونه فيما بينهم، يقولون للشيعي من أن أموال صاحب الزمان عندك يجب عليك أن تخرجها، فإذا ما وصلت إلى جيوبهم صارت أموالا مجهولة المالك، يعبثون بها كما يشاءون. هذا موجود في كتبهم وفتاواهم، ألا لعنة الله عليهم وعلى كتبهم وعلى فتاواهم وعلى ضلالهم. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب. ماذا يقول قبل قليل من أن الفقهاء الذين بيدهم مقاليد الأمور، ما هي مقاليد الشيعة بأيديكم منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي هذه الحوزة اللعينة المشؤومة. حتى في زمان صدام، حتى في زمان الطغاة، فإن رقاب الشيعة بأيدي عمائم النجف. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب
وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، هؤلاء نواب صاحب الزمان، وهم من الجهال والكفار والملاعين. فسئلوا عما لا يعلمون، هذا الرجل كان يسأله وكان صادقا في قوله وصادقا في معلومته. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا، أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، فضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم، وطيح الله حظ الشيعة، طيح الله حظهم، طيح الله صبغهم. أمة بائسة فاشلة لا قيمة لها كالشيعة جعلت حميرا من قبل مجموعة من الجهال واللعناء، وهي تستطيب ذلك. لا توجد أمة كهذه الأمة في العالم، عندهم خير الخلق محمد وآل محمد، وعندهم خير العلم علم محمد وآل محمد، يتركونه ويذهبون يبحثون في المزابل والقاذورات، يأتوننا بالنجاسات وبالخراء كي يصنعوا دينا جديدا، إنه دين حوزة النجف، ألا لعنة الله عليها وعلى دينها. الحلقة صارت طويلة، وإن كانت خبزة الخباز لم تكتمل، إذا وجدت فرصة أخرى سأعود إلى خبزه مرة ثانية، لكن الحديث انتهى في هذه الحلقة كي أعود إليكم يوم غد في عنوان جديد من عناوين أجزاء خاتمة هذا البرنامج. نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن يا بقية الله، والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.